اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما انتم شايفين يمكن الاستعدادات متواصله، والنهارده كان في تدريب مهم جدا لفريق النادي الاهلي استعدادا لمواجهه سياتل في الدور، طبعا بنتكلم في دور الثمانيه بقى او خلاص الثلاث مواجهات للمباراه الختاميه باذن الله للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. وبما اننا قربنا بقى من كل الاخبار والكواليس في المغرب، اكيد في اخبار النهارده صدرت من خلال البعثه الرسميه لكل كواليس الفريق النهارده، وبالتاكيد في هذه اللحظات مهم جدا نروح لزميلنا محمد توفيق عشان يدينا كل الاخبار والكواليس المتعلقه بالاخبار النهارده بالنسبه لبعثه فريق النادي الاهلي في طنجه. مساء الخير يا محمد. مساء الخير زميل عزيز محمد سعيد، مساء الخير زميل عزيز احمد سمير. في البدايه يعني برحب بيكم كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، يعني عاوز اعبر على سعادتي في البدايه بوجودي مع استاذ احمد سمير، يعني حد من الناس اللي اتعلمنا منهم كتير جدا بجد مش مجامله، ويعني زميل وصديق عمر محمد سعيد لاكثر من 14 سنه، فبجد سعيد ان انا موجود معاكم النهارده، وحابب من خلالكم اشكر قناه النادي الاهلي دايما بتكبر ولادها ودايما بتدينا الفرصه ان احنا نكون موجودين معاكم مع اعظم جمهور في الكون، جمهور النادي الاهلي. طيب الاخبار بقى اللي معاك، واكيد عندك اخبار مهمه جدا النهارده لكل الجديد داخل بعثه الفريق. بالطبع يا محمد، يعني خلينا نبدا جولتنا الاخباريه النهارده واولى اخبارنا. الخطيب يشكر الجماهير المغربيه الشقيقه ولجج على مسانده الاهلي في المونديال. كان وجه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي يعني بالنيابه عن نفسه وكمان مجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي الشكر والتحيه للاشقاء في المغرب على الاستقبال وكرم الضيافه ومسانده فريق الاهلي امس في اولى مباريات مونديال الانديه امام اوكلاند سيتي. واشار كابتن الخطيب الى تقديره البالغ لهذا الموقف من الجماهير المغربيه الشقيقه وخاصه التي تواجدت في ملعب المباراه. يعني لاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني يعني وجهوا الشكر، وكمان يعني كابتن محمود الخطيب وجه الشكر كمان لفوز لججع رئيس الجامعه المغربيه لكره القدم واللي حرص على زياره البعثه في فندق الاقامه ودعم الفريق ولاعبيه قبل مواجهه اوكلاند سيتي. ويعني كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي تمنى النجاح والتوفيق لدوله المغرب الشقيقه في تقديم بطوله تليق بتاريخها العريق وجماهيرها العاشقه لكره القدم. تاني اخبارنا النهارده يمكن بنتكلم فيها كمان على يعني يمكن الرساله دي النادي الاهلي دايما بيأديها وبيشرف مصر يا محمد واحمد، ان كل انديه العالم خاصه كبير العالم ريال مدريد النهارده بيهني النادي الاهلي، يمكن على انسان بقى بورتيجيو يهني الاهلي ويتمنى مواجهته للريال في الدور قبل النهائي. يعني حرص ايميليو بورتيجيو مدير العلاقات المؤسسيه بنادي ريال مدريد على تهنئه فريق الاهلي عقب الفوز امس على اوكلاند سيتي بثلاثه اهداف نظيفه في افتتاح مباريات كاس العالم للانديه بالمغرب. وكان بورتيجيو في اتصال هاتفي مع المهندس خالد مرتجي امين صندوق النادي الاهلي والمنسق العام للبعثه انه تابع مباراه الامس ويتمنى ان يتخطى الاهلي منافسه سياتل الامريكي في اللقاء القادم باذن الله بينهما يوم السبت المقبل. واعرب بورتيجيو عن امنياته أن يلتقي النادي الأهلي وريال مدريد في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية. وجه من جانبه المهندس خالد مرتجي يعني أمين صندوق النادي الأهلي والمنسق العام للبعثة الشكر لمدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد لاهتمامه وحرصه على التواصل انطلاقا من العلاقات الوطيدة التي تربط بين الناديين الكبيرين منذ سنوات طويلة. عايز أكد لك يا محمد قبل ما تروح للخبر اللي جاي، يمكن يا أحمد بتروجيني يمكن على تواصل مع عدد كبير جدا من المسؤولين داخل النادي الأهلي وبتربطه علاقات صداقة بعدد كبير جدا في النادي الاهلي، ويمكن النادي الاهلي على مدار اكثر من 20 سنه في تواصل مستمر مع الادارات المختلفه في النادي الملكي في اسبانيا. يعني بص، هي علاقه النادي بالكبار دايما مش في ملعب كره القدم فقط، خارج اطار كمان يعني الملعب. هتلاقي حتى في الزيارات الرسميه او الدعوات اللي بيتلقاها مجلس اداره النادي الاهلي مع رؤساء اتحادات قاريه، مع رؤساء اتحادات محليه، مع رؤساء انديه كبرى، هتلاقي دايما العلاقه بين الاهلي وبايرن ميونخ، العلاقه بين الاهلي وريال مدريد، شكل التواصل فيه دايما احترام وتقدير متبادل، وده بياكد وبيعكس توفيق على فكره المكانه اللي بيتمتع بها النادي الاهلي والتقدير اللي بيتمتع به النادي الاهلي في العالم كله الحقيقه. بالطبع يا احمد، بالطبع يا احمد، يمكن النادي الاهلي زي ما مشرفنا دي المشاركه التامه، يعني كل الاجيال اللي في سننا والاكبر شويه النادي الاهلي مش معاهم في كل مراحل عمرهم في كاس العالم للانديه، ويا رب دايما يعني اولادنا واحفادنا كمان يكونوا مشاهدين على هذه النجاحات للنادي الاهلي. خبرنا اللي بعد كده، الاهلي يستأنف تدريباته بعد ظهر اليوم الخميس ضمن الاستعداد دون راحه لمواجهه فريق سياتل الامريكي. في الجوله الثانيه لكاس العالم للانديه يمكن النادي الاهلي بيواصل على طول استعداده بدون اي راحه النهارده على طول، يمكن وصل التدريبات بشكل سريع جدا طبعا بعد الفوز بثلاثيه نظيفه امام اوكلاند سيتي بالامس. يمكن المران شهد مران بدني يعني للاعبين اللي لم يشاركوا اللي في لقاء الامس في فندق الاقامه تحت اشراف الجهاز الفني ومدرب احمال الفريق، وخاض اللاعبين جلسات استشفائيه في الجيم وتدريبات خفيفه للتخلص من اجهاد مباراه الامس. بينما قاد مارسيل كولر المدير الفني للفريق مجموعه اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الامس امام اوكلاند سيتي في افتتاح منافسات كاس العالم للانديه
في مران قوي جدا على الملعب الفرعي باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية. وأدى اللاعبون تدريبات بدنية قوية متنوعة قبل أن يختتم المديرين المران بتقسيمة قوية شارك فيها فريقان من اللاعبين. يعني كمان نطمنكم على اللاعبين اللي كان بعض الكلام أثير حواليهم وعن إصاباتهم. طبعا يعني دكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي أكد سلامة محمد هاني وجاهزيته لمباراة سياتل القادم بإذن الله. يمكن يعني قال الدكتور أحمد أبو عبلة أن الفحص الطبي الذي خضع له محمد هاني لاعب الفريق أثبت سلامته وجاهزيته للقاء سياتل حسب رؤية الجهاز الفني. ده طبعا بعد التأكد من سلامته من الكدمة القوية التي تعرض لها في العضلة الأمامية أمس أثناء مشاركته في لقاء أوكلاند سيتي. وأشار طبيب الأهلي إلى أن علي لطفي حارس الفريق أيضا خاض جانبا من التدريبات الجماعية في مران اليوم واستأنف المران بتدريب بدني منفرد. وأوضح أنه فضل خضوع علي لطفي للتدريبات البدنية والاستشفائية بشكل منفرد في بقية فقرات المران بسبب تعرضه لكدمة في الكتف. وأكد أبو عبلة أن علي لطفي سوف ينتظم في المران الجماعي لفريق الأهلي غدا بإذن الله بشكل طبيعي. وبمناسبة كلامك عن التمرين يا توفيق، وانت طبعا دايما موجود في التتش وفي التدريبات وبتتابع التدريبات، النهارده كولر عمل حاجه يعني مختلفه شويه. المجموعه اللي شاركت في المباراه ما راحتش التدريب، عمل لهم جلسات استشفائيه النهارده داخل الفندق، والمجموعه اللي ما شاركتش في المباراه عمل لها تدريب بدني وتقسيمه، وكان بيفكر يعمل تدريب مسائي بس فاجئ الناس كلها ما عملش تدريب مسائي، وقال لهم العبوا بلاي ستيشن، اخرجوا بره الاجواء شويه بحيث يبقى فيه كده ريكفري بشكل جيد. خد بالك الليفل اللي انت بتلعب فيه ليفل مش سهل، وبالتالي يعني انت اوريدي لما بتيجي تتكلم هنا على الدوري المصري بتلعب ماتش كل 3 ايام بتقول حمل بدني وقصه اجهاد، هناك والبدايه مع اوكلاند سيتي ومن بعد وان شاء الله باذن الله سياتل ساوندرز يوم السبت ورايح لريال مدريد، 3 ماتشات تقيله جدا في ظرف اسبوع، وبالتالي لابد من مراعاه فكره الاحمال وفكره راحه اللاعبين على الاقل اللي بيشاركوا في المباريات بشكل ولو بسيط عشان يقدروا يادوا بنفس المستوى. صحيح بالطبع يا احمد، بالطبع احمد، خاصه كمان ان احنا زي ما بنتكلم في معسكر مغلق، انت قاعد في مكان واحد ما بتخرجش منه غير التدريب وبترجع تاني، فاكيد اللاعبين بيبقوا محتاجين بعض القسط من الراحه وبعض التدريبات يعني الخفيفه او الترفيهيه. نكمل اخبارنا بقى وحكام مباراه ان شاء الله النادي الاهلي القادمه امام سياتل. أيوة، حكم انجليزي يدير لقاء الاهلي وسياتل في كاس العالم للانديه. يمكن لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلنت طاقم حكام إنجليزي لمباراة الأهلي إن شاء الله أمام سياتل بقيادة أنتوني تايلور. يمكن ده الحكم اللي هيبقى حكم ساحة، وكمان معاه 2 معاونين إنجليز، أولهم هيكون يعني أول حكم جاري بايزيك وآدم نون، والحكم الصيني اللي أدار كمان يا محمد وأحمد مباراة الأهلي أمام أوكلاند سيتي هو هيكون الحكم الرابع بإذن الله. يعني أتمنى طبعا يعني بالطبع التوفيق للنادي الأهلي وكمان طاقم الحكام يكون موفق ونشوف مباراة. يمكن الحكم الدولي الصيني يا محمد دخل التاريخ وأنت وأحمد بأنه أول حكم يعلن عن قراره فيما يخص تقنية الفار للجماهير عبر التقنية، يمكن ده كان حدث أول مرة، ويمكن الحكم ده داخل التاريخ بيه بالفعل. صحيح، وأعتقد ده هتمثل نقلة نوعية القصة دي. يعني أنا كنت مستني أشوف أي تدخل للفار على مدار المباراة عشان أشوف إزاي حكم الفار هيعلن عن تفاصيل القرار اللي خده سواء للجمهور اللي في الملعب أو للجمهور اللي ورا شاشات التلفزيون. وأعتقد إن القصة دي لو حصلت عندنا هنا في مصر، وهي يجب أن تحدث لأنه الفيفا لما بيعمل حاجة مفترض إنه يتم تطبيقها في كل مكان في العالم، هتفرق معانا بشكل كبير جدا. واتمنى بقى يعني اتمنى انها تمنع كتير من حالات الجدل واللغط والمشاكل اللي بقت اللي كنا متوقعين انه مع وجود تقنيه الفار انها تنتهي، لكن للاسف الشديد مع التطبيق او مع التجربه اثبتت انها زادت مش قلت. كانت في ملاحظه غريبه، يمكن الفيفا لما اعلن ان هيكون في تجربه لاذاعه المحادثه ما بين حكم الساحه وحكم الفي ار، المحادثه نفسها اللي ما بينهم ما اتذاعتش، هو عمل اختلاف في التجربه، يعني المحادثه فضلت ما بين حكم الساحه وحكم الفار. لا، هو تصريح انفانتينو كان بيقول انه لاول مره انه حكم الفار هيعلن للجمهور عن اسباب اتخاذه القرار ده، وبالتالي بعد يعني بعد ما حكم الفار يتناقش مع حكم الساحه هيتم اعلان ليه احنا قررنا ان دي ما تبقاش ضربه جزاء. بس الاعلان مين؟ اللي اعلن حكم الساحه. اللي اعلن حكم انا ما اعرفش بصراحه، اللي اعلن حكم الساحه ولا حكم الفار، لكن الصوت اللي كان مسموع كان متعلق مش بالمحادثه او المناقشه اللي تمت بينهم بقد ما هو القرار ليه تم اتخاذه بالشكل الفلاني. بالظبط، وطالما هي تجربه فاكيد احنا في اطار التجربه كل شويه هيعدلوا فيها، في طالما هي في اطار التجربه خلال كاس العالم. المهم ان احنا ما نبوظش التجربه. المهم ان احنا ما نبوظش التجربه. وحكام انجليز يعني بلديات كلاتنبرج يا توفيق،
اعتقد ان انتم مستنيين، وانا كمان مستني زيكم من تطبيق التجربه في مصر، اعتقد انها تكون مثيره بالفعل، والحكام بيعلنوا يعني مبررات اختيارهم للقرار دوت او قرار دوت او من غيره، اعتقد هتبقى تجربه مثيره. انا عايز اقول لك كانوا بيمنتجوا كتير قوي في المحادثه عشان تتذاع، فلما تبقى على الهواء الله اعلم هتبقى شكلها ازاي. يعني بالتوفيق يا رب ان شاء الله. يعني اخبارنا الجايه بقى ناخدكم في ردود الافعال على مباراه النادي الاهلي الاولى، خاصه من الجانب النيوزيلندي. يمكن يعني الصحف النيوزيلنديه الاهلي حسم المباراه من الشوط الاول، لكن يعني الصحف النيوزيلنديه سطرت ان سيطرت حاله من الحزن على عناوين الصحف هناك والمواقع النيوزيلنديه بعد الخساره القاسيه التي تلقاها اوكلاند سيتي بثلاثيه امام الاهلي في افتتاح مونديال الانديه في المغرب الشقيق. طبعا اوكلاند سيتي كان بيطمح للوصول الى مباراه الدور ربع النهائي، ونشرت الصحف هناك في نيوزيلندا والمواقع كمان ان اوكلاند ابتعد عن كاس العالم للانديه من اول عقبه بالهزيمه امام النادي الاهلي، وان الاهلي كمان نجح في الوصول لمرمى اوكلاند قبل نهايه الشوط الاولي من المباراه ليقضي على احلام الفريق الذي يلعب لاول مره في البطوله منذ عام 2017. مكملين مع ردود الافعال في نيوزيلندا وكابتن الفريق كاميرون هايسن لاعب اوكلاند، الاهلي استحق الفوز. يمكن اعترف كاميرون هايسن لقائد فريق اوكلاند سيتي ان الاهلي استحق الفوز ويستحق الكثير من الثناء للطريقه التي لعب بها في المواجهه التي انتهت الاحمر بثلاثيه دون رد في افتتاح مونديال الانديه. رغم ان فريقه قدم كل شيء، لكن جوده النادي الاهلي ظهرت في الشوط الاول وحسمت اللقاء بثلاثيه نظيفه. كملين مع اخبارنا ووصول باسيت سياتل الامريكي يصل الى طنجة اليوم الخميس. وصلت بالفعل باسيت سياتل الامريكي اليوم الخميس الى مطار ابن بطوطه في مدينه طنجة المغربيه للمشاركه في بطوله كاس العالم للانديه، ليواجه بالطبع الاهلي في الدور ربع النهائي. ويعني عاوزين نقول ان تاهل الفريق الامريكي الى هذه المسابقه العالميه التي تنظم للمره الثالثه في المغرب بعد تحقيقه لقب دوري ابطال الكونكاكاف بالفوز على بوماس المكسيكي بثلاثه اهداف دون رد. ويعد ساوندرز هو اول فريق في الدوري الامريكي يلعب في كاس العالم للانديه. يمكن دي المعلومه يا احمد انت ومحمد اللي قلتوها يعني في الفقره الاولى، ان دي لاول مره يتم الانهاء على السيطره المكسيكيه الخالصه على اتحاد الكونكاكاف ويكون موجود معانا في كاس العالم للانديه فريق امريكي. ان شاء الله زي ما قلت يا احمد في المقدمه نعديه، ويبقى فاضل لنا بس ان احنا نعدي بطل اوروبا، وزي ما نقول نبقى سيطرنا على العالم كله باذن الله رب العالمين. ان شاء الله باذن الله. طيب في قصتين عايزين نتكلم معاكم فيهم غير طبعا الناحيه التحليليه، الجزء الخاص بموعد اذاعه او بث مباراه الاهلي وسياتل ساوندرز اللي كان تم الاعلان عنها انها هتكون الساعه 7:30 هنا بتوقيتنا. ومن الوارد حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها، يمكن حتى قبل الهوا كنا بنتناقش انا ومحمد في الجزئيه دي، انه تم تغيير ميعاد المباراه انها تبقى الساعه 7، ولكن هذا الامر غير مؤكد وهنحاول على مدار الحلقه اكيد ان احنا نحسمه لحضراتكم. الجزء الثاني الخاص بمشاركه كهرباء، والقصه الخاصه طبعا بلجنه الانضباط اللي انعقدت النهارده عشان تنظر في ملف كهرباء. خليني اقول لحضراتكم انه، ودي مش وجهه نظر يعني، دي معلومه انا تواصلت مع عدد كبير من يعني المعنيين بقصه اللوائح والى اخره، ومشاركه كهرباء واستمراره مع الاهلي في كاس العالم محسومه بنسبه 99% بصرف النظر عن قرار لجنه الانضباط اللي هيتم الاستئناف عليه، وبالتالي هيتم تاجيل القصه. يعني في ناس بقى اختلفوا هنا بتقول لاغسطس، في ناس بتقول لنوفمبر، لكن في جميع الاحوال ده ياكد انه مشاركه كهربا مع الاهلي مستمره باذن الله، وهيكون تحت امر مستر مارسيل كولر باذن الله يا احمد. ايه رايك في الكعب بتاع كهربا؟ لا عالمي، حاجه تيكي تاكا كده عالمي. عارف الكعب ده صعدك من 500,000 دولار لمليون دولار؟ صحيح بقى. كعب بنص مليون، كعب بنص مليون دولار. بالطبع اي لاعب في النادي الاهلي اعتقد يساوي مليارات الدولارات، عشان جمهور النادي الاهلي اللي زي ما دايما بناكد قوله هو اعظم جمهور في الكون. اعتقد تجربه مختلفه ان اي لاعب ايا كان نجوميته انه يكون موجود في صفوف النادي الاهلي. مكملين اخبارنا ونروح بقى لفريق سياتل الامريكي، ولاعب سياتل الامريكي نعلم التحدي في مواجهه الاهلي. اكد راؤول رودياز مهاجم فريق سياتل ساوندرز بطل امريكا الشماليه الكونكاكاف على اهميه التركيز من اجل الفوز على الاهلي في مباراه الربع النهائي في مونديال الانديه. واكد يعني رودياز، نعلم جيدا التحدي في مواجهه النادي الاهلي، لذلك نحن متحمسون للغايه رغم وجود ضغط كبير، ونتطلع لخوض مباراتنا الاولى في البطوله امام النادي الاهلي. ختام بقى اخبارنا النهارده في جولتنا الاخباريه بتخص بقى الوداد المغربي، ويمكن على لسان المدير الفني للفريق النفطي مدرب الوداد، عاملي الارض والجمهور سيكونان في صالحنا في مواجهه الهلال. رهن التونسي مهدي النفطي مدرب الوداد المغربي على ان عاملي الارض والجمهور سيكونان في صالح فريقه خلال المباراة المرتقبة أمام الهلال السعودي، وذلك في إطار مباريات ربع النهائي كأس العالم للأندية. وعقد النفطي على أن الهلال السعودي فريق كبير ويمتلك نجوم كبار يتمتعون بقدرات جيدة، كما يمتلك مجموعة
من العناصر المحترفة عالية التميز مثل فيتو وماريجا وكويليرا وكاريو، ومشددا على أن مشاركة الوداد في مونديال الأندية بمثابة حلم بالنسبة له، وأن فريقه ليس الفريق المرشح للتتويج بالبطولة بالطبع، ولكن التحدي كبير خاصة أن الفريق يمتلك مجموعة من العناصر مزيج ما بين الخبرة والشباب، ويأمل في تقديم مستوى جيد يليق بقدرات وسمعة الكرة المغربية. طبعا يمكن يعني نادي الوداد عليه مسؤولية كبيرة طبعا بصفته حامل يعني او منظم البطولة او البطولة على ارضه، صاحب الارض والجمهور طبعا، وكمان بعد النتائج الرائعة اللي اسعدتنا كلنا كعرب وخاصة كمصريين اللي اداها المنتخب المغربي في كأس العالم، فنتمنى طبعا بالطبع التوفيق للنادي الاهلي، ويا ريت يبقى نهائي افريقيا لاول مرة يحصل في كأس العالم الاندية، ويبقى النهائي باذن الله ما بين الاهلي والوداد. دي كانت نهاية فقرتنا الاخبارية، دايما يا رب موفقين، ودايما يا رب قناة النادي الاهلي بتقدم تغطية متميزة تليق بجمهور النادي الاهلي اللي زي ما قلنا هو اعظم جمهور في الكون. الكلمة ليكم. بنشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق، تابعنا معاه اخبار بعثتنا في النادي الاهلي.